أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن قطارات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفت سفينة وان أورفيس للحاويات خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتوجهة إلى هولندا. وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة.